عن موضوع اسباب الطلاق، وجدت ان اعظم اسباب الطلاق تخيلي زواج الحب، الزواج القائم على الحب، واعظم اسباب لاستمرار الحياة الزوجية الزواج اللي هم بيسموه زواج الصالونات، مع ان المفروض العكس. عارفة ليه حضرتك؟ لان غالبا في فترة الخطوبة انا بحب ابين لخطيبتي افضل شيء عندي، ولما تتجوزني تجد شيئا اخر نهائيا، فتعمل ايه؟ تضطر للطلاق. فده سبب عظيم جدا من اسباب الطلاق. بتجوز الصالونات بيبقى فيه عقل شوية، بيبقى فيه عقل. ليه بقى؟ ليه؟ انا معرفش عنها اي شيء، فبتجوزها وبعدين بعرف طباعها بعد الزواج وبتكيف عليها وهي برضو بتتكيف عليا، فسبحان الله تستمر الحياة. ماشي، بس في خطوبة بتبين اللي جواز في الزواج التقليدي، في خطوبة بتقعد من سنة لأكتر بيبين إذا كان دوت الشخص ده كويس ولا لأ. احنا في الحالة دي أنا هقدر أحبه ولا لأ؟ الإسلام، عشان كده بقى في الإسلام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخطوبة. ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كمان إيه؟ قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني أنت تنظر إليها وتعرف طباعها وهي تعرف طباعك. نغض بقى الموضوع الإيه؟ الأنوثية بقى، أسبابها إيه؟ في اسباب كثيره جدا الناس كلها بتقولها، اللي هو ايه؟ موضوع مثلا يعني غلاء المعيشه وغلاء المهور وكذا وكذا. لكن في اسباب خفيه الناس ممكن تكون مش منتبهه ليها. اول سبب من هذه الاسباب الخفيه، اولا عدم التزام المراه. عدم التزام المراه دينيا. هناك اسباب دينيه. بمعنى انا سالت واحد صديقي، والراجل برضه لحضرتك اهو، يعني خلينا نقعد في المراه من تربينا ديني واخلاقه. انا سالت واحد صديقي كان هو في الجامعه، في جامعه القاهره، فبقول له ايه عبده انت مش هتتجوز؟ قال لي انا مش هتجوز خالص. بقول له ليه؟ عبده هو اللي دمر المراه خالص. انا اقول لحضرتك، بقول له ليه عبد الرحمن كده؟ بيقول لي اصلا يا شيخ انا عايز اتجوز واحده زي والدتي، زي اختي، للاسف اللي انا بشوفهم حواليا في الجامعه مش كده، فانا يا شيخ مش هتجوز. والبنات عايز تتجوز سبب عظيم زي جدا زي والدها. وده سبب عظيم جدا. ما انا بقوله عدم الالتزام الديني. عدم الالتزام الديني بالنسبه يعني بالنسبه للفتاه او بالنسبه للفتى، ده سبب عظيم جدا من اسباب تاخر الزواج. ليه؟ انا ما عنديش ثقه في البنات مثلا. يعني انا بقول لحضرتك ده يعني ده حاجات واقعيه. انا دلوقتي مش عارف